البيان الختامي لمؤتمر التغيير الديمقراطي: الديمقراطية حق وإرادة شعب. انعقد مؤتمر التغيير الديمقراطي تحت عنوان الديمقراطية حق وإرادة شعب، مستهدفا تعزيز مسيرة المطالبة بالتحول الديمقراطي طيلة 3 عقود الماضية، وتطرق إلى تجربة 1973 وصولا إلى ميثاق العمل الوطني، وتجربة 2002 مستشرفا المستقبل وسبل التحول من الحكم القبلي إلى الدولة الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدرا للسلطات جميعا. وركزت الأوراق التي طرحت على ضرورة التحول الحقيقي إلى الديمقراطية وإنقاذ الوطني من مستنقع الدكتاتورية. وأفرز المؤتمر التوصيات التالية: 1. رفض الحلول الأمنية المكرسة من قبل السلطة والتي تنتهجها في مواجهة الحراك الشعبي المتصاعد ولغة الشحن الطائفي التي تشطر المجتمع وتقسمه على أساس الولاء للسلطة لا للوطن. 2. مواصلة الحراك السلمي المطالب بالديمقراطية ورفض العنف بجميع أشكاله ومن أي جهة كانت. 3. إقامة حكم ديمقراطي ذي مجلس نيابي منتخب ينفرد بكامل الصلاحيات التشريعية والرقابية، فيه الحكومة المنتخبة خاضعة للرقابة والمساءلة، وقضاء مستقل عادل ونزيه، وأمن للجميع. 4. تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الديمقراطية والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ونبذ الطائفية والتمييز والعمل على تأصيل مبدأ المواطنة. 5. مواصلة التنسيق بين قوى المعارضة والعمل على تعزيز وحدة المواقف. جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، دائرة الدراسات والبحوث، 31 أغسطس 2013. قبل نهاية هذا المؤتمر ندعو نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية لتكريم المشاركين في هذا المؤتمر.